تتواصل في لبنان ولليوم السادس على التوالي الاحتجاجات الشعبية الرافضة لسياسة الحكومة والمطالبة بتغيير النظام والطبقة السياسية الفاسدة. ومساء الاثنين تجمعت حشود كبيرة من المواطنين في ساحات وسط بيروت وفي كافة المدن والبلدات اللبنانية بعد انتهاء مهلة 72 ساعة التي وضعها رئيس الحكومة سعد الحريري لإقرار ورقة إصلاحات اقتصادية رفضها الشارع فور الإعلان عنها. وفي سياق عينه قام الجيش اللبناني مساء بتفريق مسيرة بالدراجات النارية لعناصر مؤيدة لحزب الله وحركة أمل كانت تحاول خرق صفوف الحشود الشعبية السلمية وسط بيروت والاعتداء على المتظاهرين ومنعهم من الدخول إلى منطقة التجمعات الاحتجاجية. للوقوف على آخر التطورات في وسط العاصمة اللبنانية بيروت نتحول مباشرة إلى ساحة الرياض الصلحة. ينضم إلينا مباشرة مراسلنا حسين خريس. حسين بعد التحية، ما هو المشهد لديك صباح هذا اليوم السادس على التوالي للاحتجاجات في بيروت؟ أبرز ما يظهر في المشهد اللبناني اليوم هو نجاح هذه المجموعات التي تطالب ب إسقاط النظام الطائفي بأن تفرض الإضراب والعصيان المدني لليوم الثاني، أي أنها استطاعت قطع كل الطرق بين مناطق بيروت الأساسية وقدرت على أن تمنع الموظفين الرسميين من أن يلتحقوا بإداراتهم الرسمية. وأيضا بالنسبة إلى محاصرة مجلس النواب فإنها أيضا استطاعت البقاء على هذا الأمر حتى هذا اليوم السادس، وكذلك الأمر بالنسبة إلى السرايا الحكومية. طبعا الوزراء كانوا يخططون لعقد اجتماع الحكومة هنا في مجلس الوزراء في السرايا الحكومية، إلا أنهم لم يستطيعوا بسبب الإغلاق الذي كان منظما وللمرة الأولى بين هذه المجموعات. أود الإشارة إلى أن هذه المجموعات لم تكن تعرف بعضها، لم تكن متجانسة، إنما التوحد حول المطلب الواحد هو الذي جعلها بهذه القدرة على التنسيق، حتى أنه جعلها للمرة الأولى تستطيع أن تقطع الطريق على الذين كانوا يريدون تخريب هذه التحركات. حسين، هذا مع العلم أن المحلات التجارية تقفل أبوابها اليوم أيضا بلبنان، مصرف لبنان مقفل، واليوم هناك اعتصام كبير في أمام المصرف المركزي في وسط العاصمة اللبنانية بيروت. حسين، نعود إلى يوم أمس، ليل أمس، عندما تدخل الجيش لمنع وصول عناصر يقال إنها كانت تابعة لحزب الله وحركة أمل كانت تريد خرق صفوف المحتجين وسط العاصمة اللبنانية بيروت، ما الجديد؟ بالنسبة إلى هذا الموضوع، قيادتا حركة أمل وحزب الله وعبر اتصال معنا اتصلت بالقيادتين وأكدتا أنهما غير معنيان بموضوع الذين يخرجون من العناصر التابعين لهما على الطرقات على الدراجات النارية، كما أنني حصلت على تعميم صوتي من مسؤولي حركة أمل وحزب الله، كانا قد عمما على كل المناصرين بأنهما لا علاقة لهما بموضوع هذا. نعم. هذا الأمر وهذه الظاهرة. نعم. حسين، باختصار شديد، الساعة ما تزال 9:05 هنا في العاصمة اللبنانية بيروت، أي ساعة ما زالت مبكرة، ما هو المتوقع لهذا اليوم من الاحتجاجات في وسط العاصمة اللبنانية وباقي المدن اللبنانية الكبرى؟ أولا، هناك عدد كبير من الطلاب اللبنانيين هم الدم الجديد الذي يضخ في شرايين هذا الحراك اليوم. العدد الكبير من هؤلاء الطلاب هم المشاركون في هذه التحركات، وبالتالي هذه التحركات باقية بنبضها، باقية بقوتها حتى هذه اللحظة. كذلك الأمر، هناك عدد كبير من الشباب الذين هم عاطلون عن العمل، كذلك هم مشاركون حتى هذه اللحظة. هذا ما علمناه بحسب النقاشات التي كانت
كانت تجري بين مجموعات الحراك الشعبي والمدني، بما أن هؤلاء الشباب ليس لديهم أي شيء ليفعلوهم غير يعني لا يعطلون أعمالهم لأنهم أصلا عاطلون من العمل. وبالنسبة إلى الطلاب فإن مطالبهم ينبغي أن يستمروا بها حتى يحصلوا عليها، لذلك الزخم لا يزال موجودا حتى بالنسبة إلى الذين لديهم أعمال حرة، فإنهم ينتهون من هذه الأعمال ويتوجهون إلى ساحتي رياض الصلح والشهداء. حسين خيس مراسلنا إلى ساحة رياض الصلح بوسط العاصمة اللبنانية بيروت، شكرا جزيلا لكم. ستكون لنا وقفة جديدة على رأس الساعة لمتابعة آخر التطورات الميدانية.